قدرة الليغا. نتحدث عن المشاركة رقم 17 على التوالي في منافسة دوري الأبطال. هذا المناصر يتجه لكريستيانو، ماذا يهمس في أذن كريستيانو؟ حتى كريستيانو احمر وجهه، هل يطلب منه القميص؟ هل يحييه ويقول له شكرا؟ حتى مورينيو لم تتحرك وجنتاه لأن يبتسم ولأن يضحك. هذا المناصر سيكون النجم، سيكون حديث الصحافة، يحييه رونالدو وأكيد بأنه طلب منه القميص. رونالدو يحمر وجهه لأن يبكي ومورينيو لا زال صامتا. وش الداك للغرقة يا مورينيو؟ هكذا باللهجة. لماذا صرحت كل هذا الكلام في حق هذا النجم يا رونا يا 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 مورينيو، وأنت الذي تعرف قيمة هذا اللاعب؟ لماذا 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 يا مورينيو وأنت